بس قبل ما أطلع لازم أكشف الحقيقة. أي حقيقة؟ لا مو معقول تفضحينا هلأ. الغلطة البشعة اللي اتهمتني فيها دعاء قدامكم، بالحقيقة اللي مرتكبها هو دعاء. كيف؟ المعنى؟ احكي بوضوح. المعنى دعاء كانت عم تحاول تلومني على الغلطة البشعة اللي هي عملتها. سمعتها بإذني، كانت دعاء عم تهددها للستي وحاولت تخلي صوتها واطي، كانت عم تجبرها تقول إنه أنا اللي وقعتها من على الدرج. غزل كيف تجرأتي تكذبي؟ دعاء ما بتعمل هيك تصرف بشع. مو إذا تعاطفت معك شوي هذا بيعني إنه أسمح لك تتطاولي. بس أنا عم قول الحقيقة حيدا. سمعتها بإذني. اللي كانت منهارة هي نفسها اللي هددتها لستي بصوت واطي. مرتك ما شفقت عليها أبدا. لما اجيت حاولت بعدها عنا، هجمت علي وبلشت تضرب. لك انت ما كنتي. لا تقولي شيء. للاسف انت استغليتي طيبه قلبي يا دعاء. انا بعرف ما حدا فيكم رح يصدق كلامي، بس حالياً ما عاد تفرق معي لأنه أنا قررت روح. بنتي غزل، غزل اسمعيني شوي، وقفي لو سمحتي. غزل لا تروحي، روقي. خليكي بنتي، لا تروحي وتتركينا هيك، رح نلاقي حل. ايه غزل لا تروحي لو سمحتي. غزل حبيبتي، امي بترجاك اقنعيها تضل. خليكي بنتي، انا ما رح اتركك تطلعي من هون. روقي روقي روقي. ما حدا عم يشوف الحقيقه، هي عم تكذب عليكم كلكم ولساتكم مصرين تصدقوا كلامها. انتي اللي عم تكذبي دعاء. سكتت لاني بحترمك، مع انه اهلي علموني انه اللي بيتستر على الغلط رح يجي يوم وينرد له. أنا ما كنت حابة أفضحك قدام العيلة، بس أنتي زودتيها كتير وصار لازم ينحطلك حد. خلص دعاء، أنتي ما عم تتركيلي مجال للصلح. عن جد عيب عليكي يا دعاء. عيب عليكي أنتي.